UNHCR قدمت إلى الدولة اللبنانية داتا بالنازحين المسجلين في لبنان، كيف استفادت الدولة من هذه الداتا؟ شكرا سيدة كاتي على هذا السؤال. بدي أوضح لك من البداية تكون صريح، داتا لم تكن عائق في مشروع إعادة النازحين السوريين. كان ممكن نحن نبدأ من المخيمات اللي فيها 600,000 ونحن نعمل الداتا، وبالتالي كنا استفدنا من سنتين من العمل. هي كانت ذريعة، ذريعة الداتا لإضاعة المزيد من الوقت، وهيدي يعني نوع من أساليب التلكؤ بهذا الملف. الداتا طبعا بتفيد لأنه هي بتفرز بين النازح المسجل باليو ان اتش سي ار وعددهم 810,000، وبين النازح الاقتصادي، وبين اللاجئ السياسي اللي هربان من الحكم السوري. بتشرعني وجود البعض والبعض الآخر اللي ما في خطر على حياته، واللي هي قرى آمنة مفروض يرجع عودة آمنة وبكرامة وبأسرع وقت. بتفيد من ناحية تانية، منعرف النازحين اللي اجوا لأي قرى تابعين. في 90% من الأراضي بسوريا آمنة ومضمونة بكفالتنا انه بيرجعوا بامان وباحترام. نعم. بنعرف مين تابع لهالقرى يلي هي مش مدمره وبيرجع حالا. ما هو عدد النازحين برايك تقديريا يعني؟ في عندك 2 مليون و200 الف اكيد مسجل؟ لا أكيد. المسجلين باليو ان اتش سي ار 810,000. نعم. بتضيفي عليهم ما بعد الزلزال 30,000، بتضيفي الولادات السنويه، وبتضيف النزوح الجديد اللي صار اخذ 3 شهور. عندك 2.5 مليون نازح بلبنان. ما هي تداعيات وجود السوريين في لبنان؟ تداعيات كتير 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 كبيرة. إذا بنحكي عنها بدها مجلدات، يعني بكفي التداعيات الاقتصادية، تداعيات الديموغرافية وخطورتها بالمستقبل، تداعيات الأمنية، تداعيات البيئية، كلها هي بتحكي عنها مجلدات. بعدين تداعيات حتى على الجيل الناشئ السوري الجديد اللي طلع ما بيعرف بلاده، هذا صار بحالة ضياع، ما قدر يتكيف لا هون ولا هونيك، لا هون قدر ياخد هوية ولا يستقر، ولا عودته لهونيك سهلة. معالي الوزير، ماذا بشأن الحدود اللبنانية؟ هل هي مضبوطة؟ هل من مخاطر تسرب في العام 2024؟ لا شك أنه بالأسابيع الأخيرة وبإعاز من الحكم السوري بشكل عام ومن وزير الدفاع بشكل خاص، صار في ضبط تام بنسبة 90% من العابرين بغير الشكل غير شرعي من الحدود السورية إلى الحدود اللبنانية. يبقى في 10%، وهودي بيجوا ضمن شبكات بتسهلهم من سوريا ومن لبنان، وهون دور الجيش اللبناني. إن شاء الله أنا بدي أقدم تقرير هاليومين لقيادة الجيش. إلى ماذا توصلتم اليوم؟ وما هي الخطة التي وضعتموها؟ هل عندك أمل أن سوف تتحقق قريباً؟ هيدا واجبي كوزير مهجرين. إضافي أنه في عنا مبادرة، كان زيارتين غير رسمية وزيارة رسمية إلى سوريا بتكليف من الحكومة، وأنجزنا الكثير من الإيجابيات، وعملنا ورقة تفاهم من عدة بنود التزمت فيها وزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية اللي هم معنيين بهذا الملف، وقريبا إن شاء الله منزورهم مشان نكفي بإطار التعاون تنفيذ هذه البنود. كنت بتمنى يكون في تكليف جديد من رئيس الحكومة، ولكن للأسباب اللي ذكرتها في شوية تلكؤ وتأخير، وبرز عندها تكليف وزير الخارجية اللي هو متنحي أساساً، فكانت زيارته شكلية أكثر ما هي زيارة عملية لتنفيذ خطة المهجرين. خطة وزارة المهجرين كانت كتير عملية ولاقت استحسان، لأنه هي بتحكي بعودة تدريجية، مش مثل ما عملوا إخوان الأتراك جمعوا 500,000 وحطوهم بمحل واحد. لا، نحن العودة التدريجية
يعني كل مواطن بيرجع على بيئته، على ضيعته، على بستانه، على أرضه، عودة كريمة مضمونة ضمن يعني الحد الأدنى من متطلبات الحياة. في بروتوكول روسي بيكفل للعائد، بيعوض عن المساعدات طبعا فوضية، سلة غذائية كاملة كفرد. وكمجتمع مستعد البروتوكول انه يصلح القرية بالكامل حتى لو كانت مدمرة من الألف للياء.